السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات ام سجدة. النهاردة جولتنا كده في المنشية، هنصور مع كذا فرش في المنشية، فروش مختلفة من شنط لتيشيرتات لبيجامات، وان شاء الله تعجبكم. هنجيب لكم اسعار كل فرش وان شاء الله تعجبكم. اتمنى اللايك والشير، وطبعا لسه ما اشتركش في القناة يشترك. هنا دي مره او مرتين السمك. بس المهم احط اكل اغير المايه بعد ساعتين. دي مقوله اهو كده. لا الاكل بيسحب الاكسجين اللي في المايه. وصله معاكي؟ ده كام بقى الكيس ده؟ 50. ده 50 والكوبايه؟ الكوبايه 15 وديت 100 والكبير ده 100. ده الاكل بتاعه؟ ايه؟ ده الاكل بتاعه. انت قلت لهم بقى ايه؟ بغير لهم ميه ايه؟ كل يوم بتحط حبايه اكل وبعديها بساعتين بتغير المايه، ميه فلتر او ميه بايته. ويا ريت المايه تبقى مرطبه، يعني مش ميه من الحنفيه على طول، في الحر كده ميه مرطبه سنه، لو يعني لو في الثلاجه من تحت شغاله. يعني ممكن الثلاجه اصفيه حبه من هنا او حبه من هنا. الله ينور عليك. شغال كده يا روكا؟ بس كده انت عايزه دي؟ هي حلوه؟ لا هو زي ما قال لك، لو عملتي زي ما قال لك خلاص، لو عملتي زي ما قال لك خلاص. انا كان عندي حوض كبير، خلي بالك. عجباني الكبيرة خالص. عندي حوض لعوزتي. بس بصراحة أحلى حاجة في البيت. استني. طب وعلبة الأكل دي بكام؟ 5 جنيه. طب أنا بعد كده ألاقي بقى. طب أنا بعد كده ألاقي علبة الأكل دي فين بقى؟ متوفرة عند أي حد بتاع حمام وعصافير 10 أنواع مش نوع. 10 أنواع مش نوع. عند أي حد بتاع حمام وعصافير متوفر أكل السمك. بس الموضوع كله في المراعيه، طول ما مفيش موتور اهم حاجه لازم. بس الموتور ده هو اللي بيعمل لك المايه، فانت كل يوم راعيه. مش شكرا. بصوا هنا حاجات برضو كده قدام الجنج المجهول، دي اسوره كده، يا رب بس تبقى باينه بالشمس بلده. دي ب5 جنيه بس. بصوا كده حلو شغل الهاند ميد ده، وفي الاسود والابيض. الاسوره 5 جنيه. ده انسيال ده؟ ده عامل كام؟ الانسيال ده ب10 والسلسله بتاعته الطقم 15. بصوا 15 جنيه بس. صورت 15 جنيه. باينين؟ لا باينين الحمد لله. 15 جنيه السلسله، بصوا عامله ازاي؟ طبعا مش بفلوس طبعا. 15 جنيه. انت قلت لي اللي تحت ده كمان 10؟ 15. ده الريزل. قولي كده. اسحل ظابط المرور، اسحل ظابط ال ده كده برضو 15. 15 والانسيال قلنا 10. والخرز ده عامل كام؟ السلسله الخرز 15. ترند. تعالي كده برضو. بصوا كده حاجات كمان جميله قوي، بس مش باينه من الشمس برضو. بص دي برضو بكام كده؟ البوك عامل كام؟ 15 جنيه. 15 جنيه. قدام الجنج المجهول على طول. 20 جنيه. برضو قدام الجنج المجهول. اي دي بجامة كاملة على بعضيها عاملة 120 جنيه. يلا كازيون. اشكال ياما. 120 جنيه. بصي طالع ايه؟ 120 جنيه. 120 جنيه اي بجامة. يلا كاسيون امسك الخيمه تاخدي ايما 120 جنيه. علي ب 120 جنيه. 120 جنيه. برضه قدام الجنج المجهول. بص دي برضه برفانات كده، حريمي ورجالي عامله 80 جنيه. الحريمي او رجالي عامله 80؟ عامله 80 جنيه. دي كده الحريمي ودي الرجالي. دي كده عامله كام؟ عامله 40 جنيه. كنت اقول لكم 45 طلعت ب 40 كمان. عامله 40 جنيه. في الوان منها الاسود والكحلي والجملي، وفي اللون الجينز ده كده عامله 40 جنيه.
وفي اللون الكافيه هناك كده الناحيه الثانيه عامله 40 جنيه. بصوا برضو دي كده سلاسل عامله 65، اللي هي الترند دي كده عامله 65. هي دي اللي بتقول عليها الشخص هاني ورهاني كده 65. بصوا دي كده اطفال صغيره عامل 25 جنيه بس، 25 جنيه بس. علي ب 10 جنيه يا استاذ، 500 اشكال كده كتير منه 25 جنيه بس، 10 جنيه بس، ب 10 جنيه بس، 10 و 15 ب 10 15 25. ده فيه كم منجيل؟ كله 550 بس بيفرق في الماتيريال، في الماتيريال بتاع المنجيل نفسه 10 و 25 مش بفلوس خالص 550 منديل. بصوا كده كوتشيات برضو تبدا من كام؟ 150 من الشراب بس، اللي هي الشراب اهي. دي كده ب 200 وفي كده ب 250 وفي حاجات كده ب 200 وحاجات دي كده ب 200، دي كده ب 200 اه، ده كده ب 250 جنيه وده ب 250. الاولاني الابيض ده اللي ب 200 250 جنيه. تمام، يعني انت على حاجه عندك 250؟ على حاجه عندي 300 جنيه. 300 جنيه اللي هو الموديل بقى ايه بقى؟ الشغل اللي ورا ده. الشغل اللي ورا ده 300 جنيه. بص برضو الشغل العالي ده كده. ايه الجمال ده؟ ده طقم عامل كام؟ بص الصغير ده عامل 700 جنيه. ايه الجمال ده؟ بصوا ده عامل 500. وفي ب 300 وفي ب 1500. ما ايه الشغل الجامد ده؟ ايوه جميل قوي. طب ودي ده ايه دي بقى؟ دي معالق؟ عامل كام ده؟ 350. عامل 350 والله. يا رجالي سواء الحوض او البولو ده نص البولو ب 125، من البولو ب 125 لكن الحوض 95. بس كده اشكال كتيره قوي عند مطعم جاد. يبقى جبنا كده تيشيرتات الحريمي وجبت لكم كمان التيشيرتات الرجالي. وحلو البولو ده كده 125، ده اللي هو النص ياقه. وفي الياقه برده 125. دي تيشيرتات بس ماشيين مع بعض كده. نشوف برضو الفروشة، تعالي كده نشوف دي كده بصورة حلوة. ده عاملة كام؟